لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. كان عبد القادر الحمودة في طريقه إلى سيدي يحيى الغرب رفقة زوجته رشيدة لزيارة عائلتها هناك. الزوجان لم يرزق الولد وقد مر على زواجهما 12 عاما. كان عبد القادر في 42 وكانت زوجته في 36 وقد استقر منذ ما يزيد على 8 سنوات في الدار البيضاء حيث يعمل هو في مصالح وزارة المالية بينما تشتغل هي في مؤسسة مصرفية. غادر الزوجان الدار البيضاء باكرا على متن سيارتهما التي اشترياها منذ نحو عام. توقف في الرباط حيث تناول وجبة الفطور ثم في حدود 10 استأنف طريقهما إلى سيدي يحيى. لما بلغ القنيطرة كانت الرحلة تمضي دون أي مشاكل. كان سعيدين وهما في طريقهما لصلة الرحم. توقف عبد القادر عند الإشارة الضوئية الأخيرة قبل أن يتجاوز وسط القنيطرة، وما أن تحرك بعد أن تحولت الإشارة إلى الأخضر على بعد أقل من 50 مترا لاحظ في المرآة العاكسة سيارة تتجاوزه. كانت سيارة صغيرة ليس بها ما يثير الاهتمام. لما صارت بمحاذاته أبطأت السير. كانت على متنها امرأتان تبدوان دون 30، تلك التي بجانب السائقة أنزلت زجاج نافذتها. كانت تقول شيئا أو هي تريد أن تقول شيئا، وقد حسب عبد القادر أنها تريد أن تسأله عن وجهة ما أو شيء من ذاك القبيل. أنزل زجاج سيارته وخفض السرعة. السيارة التي خلفه أطلقت صوت منبه مزعج. لم يكترث عبد القادر، كانت المرأة تقول له العجلة العجلة. لم تكمل كلامها ثم انطلقت السيارة، تجاوزته واختفت. ماذا تريد؟ سألت رشيدة. أظنها تحدثت عن العجلة، قد تكون تعرضت لثقب ولكنني لا أحس بأي خلل. توقف وتيقن من أن العجلات بحالة عادية، علي أن أجد مكانا مناسبا. لما تجاوز الزحام ظهر له مكان خال من السيارات. كانت تكتكة الإشارة الضوئية تؤسس الصمت الذي عم المقصورة. توقفت السيارة، ظلت رشيدة في مكانها. نزل الرجل ما أن خطى خطوتين حتى توقفت بجانبه سيارة نفعية من نوع تلك السيارات التي يستعملها الفلاحون. لم يكن بعجلتي الجانب الأيسر ضرر، ولما هم بتفقد عجلتي الجانب الآخر باغته رجلان نزلا بسرعة من تلك السيارة النفعية التي تغطي هيكلها آثار وحل أحمر. لم يكمل التفاتته نحوهما حين أوقعاه أرضا، أمسك به أحدهما. التفتت رشيدة لما سمعت حركة غريبة حول السيارة. رأت رجلا مديد القامة وذا بنية قوية يقف بمحاذاة صندوق الأمتعة. لم يكن يظهر لها زوجها عبد القادر. أطلقت صرخة قوية. تحرك الذي كان واقفا في طرفة عين كان يشرع باب السيارة ويجذبها إلى الخارج. أوقعها أرضا. إذ ذاك ظهر لها عبد القادر على الأرض يمسك به شخص آخر. التقت نظرتها بعينيه. كان ذا شاربين، بدا وكأنه لم يحلق ذقنه منذ بضعة أيام. قال الذي أسقطها على الأرض لصاحبه هيا أسرع. نهض كالحصان وارتمى داخل السيارة. كانت المفاتيح في مكانها. أدار المحرك وانطلق بالسيارة مخلفا غبارا كثيفا حجب عنهما الرؤية. الرجل الآخر لم ينتظر، ركض إلى السيارة النفعية التي لم يتوقف محركها عن الدوران، ثم انطلق مسرعا وترك وراءه سحابة دخان أسود برائحة خانقة. نهض الزوجان ينفضان عنهما الغبار. مر كل شيء في ثواني معدودات. بدا لهما ألا أحد انتبه إلى الذي حدث. بعد ربع ساعة أو أكثر بدأ يتحلق حولهما الفضوليون الذين وصلوا أولا
لفت انتباههم الفزع الذي كان يظهر على وجه الزوجين، وسرعان ما نطق عبد القادر بالذي حدث، ولعله وعى لحظتها فقط حجم الكارثة التي لحقت به. كان يصرخ: سرقوا سيارتي وأمتعتي وألقوا بي على قارعة الطريق. لا يدري عبد القادر إن كانت الصدفة هي التي جاءت بسيارة شرطة إلى ذاك المكان، أم أن أحدهم اتصل وأبلغ عما حدث. ليس ذاك هو المهم، المهم أن الدورية نقلته إلى مركز الشرطة الأقرب. أبلغ عبد القادر وزوجته عما تعرضا له. لحسن حظه لم تكن وثائقه الشخصية ولا أوراق السيارة في جملة ما سرق منهما. الحقيبة اليدوية لزوجته أيضا لم تسرق. كان اللصان يريدان السطو على السيارة وسرقتها بسرعة. قدما ما علق بذهنهما من أوصاف السارقين، وقد لاحظ الضابط الذي تولى الاستماع إليهما أنهما ضحية عملية سطو وفق سيناريوهات مشابهة لعمليتين تم الإبلاغ عنهما. لن ينسى عبد القادر الحمودة الألم الذي كان يعتصره وهو يقبل على منزل أصهاره في تلك الحالة. الأيام التي أمضاها هناك في سيدي يحيى لم تكن ذات طعم، هي إلى المرارة أقرب. ولعل الذين كانوا برفقته لاحظوا ردة فعله كلما مرت أمامه سيارة تشبه سيارته التي سرقت. أحيانا كان يتحدث عنها بحسرة وكأنه يتحدث عن صديق عزيز فقده حديثا. مرت 10 أيام يحسبها دهرا. عاد إلى الدار البيضاء، لم يتلقى خبرا من الشرطة. كانت الصحف تنشر من حين لآخر أخبار عصابات لصوص السيارات. كان ينتظر بلهف أن يأتيه خبر الذين سرقوا منه سيارته. مر شهر، في مايو تكون درجات الحرارة قد بدأت تنزع إلى الارتفاع في مناطق الغرب، وقد قرر أن يذهب إلى القليطرة رفقة زوجته لعيادة خالته المريضة. مساء ذاك 10 مايو خرج يتمشى في الشارع، لا يدري ما الذي دفعه إلى الوقوف عند واجهة محل مصور فوتوغرافي في زنقة تتفرع عن شارع محمد الخامس. كانت على الواجهة الزجاجية صور لأطفال ونساء، أطفال من كل الأعمار أخذت لهم لقطات بأوضاع مختلفة، ونساء تجملن بصورة تذكارية، وصور تعريف لرجال نظرات بعضهم مضحكة. ولعل عبد القادر ضحك في قرارة نفسه. ثم استوقفته صورة: رجل يطل من نافذة سيارة. استوقفته تلك الصورة، كان الوجه الذي يطل من نافذة السيارة يضحك ملء فيه، أسنانه الكبيرة التي تنزع إلى السفرة تحمل بقعا سوداء. ظن أنه رأى ذلك الوجه من قبل، ومضى في ذهنه ما يشبه البرق. أحس ببرودة نزلت على طول عموده الفقري. العينان عينا ذاك الذي أسقطه أرضا وسرق سيارته. أحس بدوار. جلس على حافة الواجهة الزجاجية لمحل المصور الفوتوغرافي. من الداخل كانت تتابعه المرأة الشابة التي تدير الاستوديو. لما رأته يجلس على حافة الواجهة خرجت وبلا مقدمات قالت له: لا يصح أن تجلس في هذا المكان. نظر إليها ففهمت أن الرجل يعاني من ألم أو دوار. سألته إن كان بخير، رد: أريد ماء. دخلت وجاءته بقنينة ماء معدني مملوءة إلى النصف، تناولها منها وشرب ثم تنفس عميقا. سألته المرأة الشابة إن كان بخيرنا الآن، شكرها وبلا تمهيد وقف وأشار إلى الصورة ذو الأسنان الصفراء يضحك وهو يطل من نافذة السيارة. سألها إن كان صاحب الصورة زبونا للاستوديو. ردت تسأله: هل تعرفه؟ لا، فقط أعجبتني صورته. من يكون؟ تبسمت الشابة: يقول إنه يدعى بوشتا وإنه فلاح يتنقل بين أسواق المنطقة. لا أعرف عنه أي شيء آخر. قالتها وضحكت كأنما تذكرت شيئا أضحكها، ثم واصلت: أذكر يوم أخذت له هذه الصورة،
مر من هنا بسيارته الجديدة وأراد أن تلتقط له صورة للذكرى. الأوصاف التي قدمتها المرأة لسيارة بوشتا تنطبق تماما على سيارة عبد القادر المسروقة. تملكه إحساس غريب، إحساس لا يجد له اسما أو وصفا، ولعله شرد ذهنه للحظات، ثم طلب من المرأة أن تعد له نسخة من تلك الصورة إذا كان ممكنا، ولكنها رفضت وقالت إنه لا يحق لها ذلك. لم يجادلها عبد القادر، شكرها ثم مضى. في شارع محمد الخامس انتعشت الحركة. كان يهب على المدينة نسيم يأتي من الساحل. عاد عبد القادر إلى منزل عائلته. بدا له أنه أمسك بخيط قد يقوده إلى سيارته المسروقة. في تلك الليلة لم تفارقه صورة ذلك الذي يطل من نافذة السيارة، أسنانه التي تغشاها صفرة وتلك البقع البنية الداكنة. كان الرجل يضحك ملأ فيه، يرى عبد القادر الحمودة لؤم تلك الضحكة ويقرأ المكر في عيني الرجل اللتين يكاد يغمضهما لفرط الضحك. في تلك الليلة لم ينم عبد القادر، ولعله استعاد شريط ما تعرض له برفقة زوجته قبل أزيد من شهر. ثم حل الصبح الذي كان ينتظره. لم يبلغ رشيدة زوجته بأي شيء. تناول فطوره وخرج، قصد إلى مركز الشرطة حيث سجل شكايته ضد مجهول. يرى الآن أن ذلك المجهول صار معلوما، لا يخامره أدنى شك في أن ذاك الذي يضحك للمرة من واجهة محل المصور الفوتوغرافي هو أحد الذين سرقا سيارته. لما استقبله الضابط المكلف بالشكايات ذكره بشكايته وهو يقدم له نسخة من المحضر. أبلغه الضابط بأن البحث مستمر للوصول إلى الجناة وأنه لم يسجل أي جديد. إذاك أسر إليه عبد القادر بأن لديه ما قد يوصل إلى أحد اللذين سرق سيارته، ثم حكى له قصة الصورة التي وقع عليها بمحض الصدفة في الواجهة الزجاجية لاستوديو التصوير الفوتوغرافي، وأكد أن الرجل الذي في الصورة هو أحد اللصين. معلومة كهاته لا يمكن أن يغفلها الباحثون. بعد ساعة كان عبد القادر يرافقه ذاك الضابط يقفان بباب محل التصوير الفوتوغرافي. بدا عبد القادر منفعلا وهو يضع يده على الصورة، ولعله كان يتوقع أن يكف ذو الأسنان الصفراء عن الضحك. في الداخل وراء القمطر جلست المرأة الشابة التي تدير الاستوديو. دخل الضابط وتبعه عبد القادر. قدم الضابط نفسه وسأل المرأة عمن يكون صاحب الصورة. قالت إن كل ما تعرفه عنه أنه يقول إنه فلاح يتنقل بمنتوجاته عبر أسواق المدينة. أضافت أنها أبلغت الرجل الذي يرافقه بذلك أمس. عاد الضابط يتأمل الصورة ثم قال للمرأة الشابة إنه سيطلب منها عبر القنوات الرسمية نسخة من تلك الصورة. لما غادر الاستوديو قال الضابط لعبد القادر: أظن أن ما اكتشفته سيعجل بالقبض على السارقين. بعد أسبوع تم تعميم صورة المبحوث عنه على مختلف المصالح الأمنية. في مطلع يونيو من العام 2007 في السادس منه في حدود 10 صباحا عند حاجز كانت تقيمه الشرطة بالمدخل الجنوبي للقنيطرة، استوقف رجال الأمن سيارة بمواصفات السيارة التي سرقت من عبد القادر الحمودة. كانت الأرقام المكتوبة على لوحتها المعدنية تختلف عن أرقام تسجيل السيارة المسروقة. أدلى السائق وكان شابا في أواسط العقد الثالث من عمره بكل الوثائق التي طلبها منه المسؤول عن الحاجز. ولما خامر الضابط الشك في تلك الأوراق طلب من الشاب أن يفتح صندوق الأمتعة. مضى الضابط إلى مكان محدد، رفع الغطاء الموضوع على أرضية صندوق الأمتعة وصار يتأمل رقما تسلسليا رفيعا. لم ينطق بكلمة ثم طلب منه أن يرفع غطاء المحرك. كانت الأرقام متطابقة مع تلك التي تحملها البطاقة الرمادية، ومع ذلك ظلت الشكوك قائمة لدى الضابط. طلب من الفتى الانتظار، شكل رقما على هاتفه المحمول. بعد دقائق
حل بمكان الحاجز الأمني ضابط آخر ومعه رجل شرطة. تحدث إليه المسؤول عن الحاجز على انفراد، أبلغه بالشكوك التي تخامره. قال إنه يظن أن الأرقام المضروبة في هيكل السيارة زائفة، وأنه يتعين القيام بما يقتضيه الأمر. استغل الشاب اللحظات التي كان يتحدث فيها رئيس الحاجز، أدار محرك السيارة وانطلق بسرعة جنونية. فوجئ الفريق الأمني بهروبه. لما انطلق الدراج في أثره كان قد بلغ المدينة وأخذ وجهة حي ولدوجيه. ظل الدراج يجوب أزقة الحي، ثم بعد نحو ربع ساعة عثر على السيارة. تبخر السائق. اتصل الدراج برئيس الحاجز يبلغه بذلك. نقلت السيارة إلى المقر المركزي للشرطة. كانت الأوراق التي سلمها الهارب إلى رجال الشرطة تحمل اسم رشيد البدال، وهو الاسم ذاته في البطاقة الرمادية وفي بوليصة التأمين ورخصة السياقة أيضا. لما أخضعت السيارة للتفتيش في مكان خفي مع عجلة الاحتياط، تم اكتشاف بضعة صفائح لمخدر الحشيش. ظن المحققون أن الأوراق التي ظلت بحوزة الشرطة قد تفضي إلى الإمساك بالهارب، ولكن الأمل ما لبث أن ضاع. الأرقام التي تحملها تلك الوثائق تحيل على شخص آخر اسمه حمزة بن دريس، كان قد أبلغ عن ضياع وثائقه منذ نحو عامين. أبان الفحص الذي أجري على الأرقام التسلسلية المضروبة في هيكل سيارة أنها أرقام زائفة، وتم اكتشاف أرقامها الأصلية. ثبت أن السيارة هي سيارة عبد القادر الحمودة. ظل لدى الباحثين سبيل وحيد للتعجيل بالوصول إلى الهارب، أن يتم البحث عن بصمات في مختلف أجزاء السيارة. على المقود بصمات عديدة، وعلى مقبض بدال السرعة ثلاث بصمات واضحة لثلاثة أشخاص، إحداها وهي الأكثر وضوحا لرجل ثلاثيني اسمه حميد بعلال من مواليد سوق أربعاء الغرب في العام 76-900 وألف. في بيانات سجله أنه يسكن في سوق أربعاء الغرب في ولاد دبة. المعلومات التي حصل عليها الباحثون تفيد بأن الرجل كان يعمل مساعد جزار لعدة سنوات قبل أن يتحول فجأة إلى تاجر للسيارات المستعملة. وضع منزل عائلته تحت المراقبة. بعد أسبوع قبض عليه في منتصف الليل بينما كان يقضي ليلة سمر ماجنة في بيت أحد أصدقائه. حاول الهروب عبر أسطح المنازل المجاورة، ولكنه ما أن وصل إلى الطابق الثاني حتى تلقفه رجل أمن. صفد واقتيد إلى الكوميسارية. صمد حميد بعلال أمام أسئلة المحققين حتى مطلع الفجر. بعدها لم يقوى على المقاومة. باح بأسماء شركاء له كانوا يأتونه بسيارات مسروقة يشتريها منهم، وآخرون كانوا يساعدونه في تزييف وثائقها والأرقام التسلسلية لهياكلها. كانت أغلب السيارات التي مرت من المرآب الذي بناه في مزرعة بأطراف سوق أربعاء الغرب موجهة للاستعمال كسيارات أجرة كبيرة. في لائحة الأسماء التي باح بها بعلال اسم بوشتا، ذاك الذي اكتشف عبد القادر الحمودة صورته في واجهة محل المصور الفوتوغرافي بالقنيطرة. الاسم الكامل الذي أدلى به بعلال هو بوشتا الميلودي. كان في الظاهر يعمل تاجر منتجات فلاحية في الأسواق الأسبوعية في منطقة الغرب، ولكن كثيرين من سكان سيدي بوبكر الحج حيث تقيم عائلته لم يخفوا استغرابهم للانتعاش المفاجئ الذي عرفه الوضع المادي لبوشتا. كمل له رجال الدرك في للا ميمونة. حاول إنكار صلته ببعلال الذي صرح بأنه هو من باعه سيارة عبد القادر الحمودة، ثم ما لبث أن اعترف. كانت أسنانه الطويلة التي تعلوها صفرة تبقي على فمه مفتوحا. السيارة التي كان على متنها لحظة قبض عليه تتطابق تماما مع ما أبلغ به عبد القادر الحمودة. بعيد السادسة من صباح 20 من يونيو، طع
طرق رجال الشرطة باب منزل في حي المخاليف بالقنيطرة. الذي فتح الباب لم يكن سوى عبد اللطيف الغزال الذي شارك في الاعتداء على عبد القادر الحمودة وزوجته رشيدة وسرقة سيارتهما. في البيت اكتشف رجال الشرطة امرأتين شابتين، حاولتا الاقناع بان لا علاقة لهما بما يتابع به عبد اللطيف، ولكنه اقر بانهما تنتميان الى المجموعة. كان دور المرأتين ان توهم الضحايا بان بسيارتهم خلل، واحيانا كانت تستوقفان السيارات عند مدخل الطريق الرئيسية وتزعمان انهما تريدان التوجه الى القنيطرة او الى فاس. خلف السيارة التي تركبانها تسير سيارة عبد اللطيف الغزال او بوشتى الميلودي. تفتعل الفتاتان سببا ليتوقف السائق، وتكون تلك هي اللحظة المناسبة للهجوم والاستيلاء على السيارة وعلى ما بها من متاع. كانت الاوصاف التي ادلى بها عبد القادر الحمودة وقبله اخرون تنطبق تماما على الفتاتين. استعاد عبد القادر الحمودة سيارته بعد ان استكملت الاجراءات القانونية. في ذلك اليوم حرص على المرور امام محل المصور الفوتوغرافي. كانت صورة بوشتى مكانها في الواجهة الزجاجية. كان يضحك ملء فيه، اسنانه الصفراء ذات البقع البنية اثارت الاشمئزاز في نفس عبد القادر. لم يطل اليها النظر.